حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بفقرة الفنون لليوم. أنا اسمي سلام سعدة من شفعمر، مرشدة بموضوع الفنون وكمان مربية أطفال. أنا كتير مشتاقة لكم، مشتاقة إني أتواصل مع الأطفال ومع أولاد صف الحلوين، بس أنتوا بتعرفوا الوضع ما بسمح إن إحنا نروح على البستان أو نروح على الروضة، فحبيت أنا كمان اليوم إني أنا أشوفكم وإنتوا تشوفوني، حتى لو إنه عبر الكاميرات، بس كمان بينفع، مش غلط إننا نتواصل عن طريق الكاميرات وعن طريق الفيديوهات. أنا اليوم حابة أشتغل أنا وياكم فعالية اللي هي كتير حلوة، بما إنكم إنتوا بالحجر المنزلي وبالصحة ومش مسموح إنكم إنتوا تطلعوا من البيت، فأكيد كنتوا تعملوا فعاليات مع معلماتكم، هن كانوا يبعثوا لك يتواصلوا معكم على الزوم ويتواصلوا معكم على الواتساب ويتواصلوا معكم بكل الطرق بشتى الطرق إنكم تعملوا فعاليات. فأنا خطر ببالي فكرة، قلت أكيد أكيد صار ده تخلص من عند أولاد صف الحلوين اللي بكل بلاد الألوان والأوراق اللي هن بيستعملوها. أنا نزلت أنا أولادي على الحديقة عمالين نعشب وننظف كيف كل الناس، وإحنا نعشب وننظف إجتني فكرة، الفكرة كتير أعجبتني وراح تعجبكم أنتوا كمان كتير كتير. لما أنا قعدت أعشب انتبهت إنه هاي لون أخضر، طب ربنا خلق لنا إياه هذا اللون أخضر، أنا كيف بدي أستغله؟ وفيش داعي إني أعشبه كلياته أكبه. فإجتني فكرة إنه ممكن أنا أعمل ألوان اللي هي من الطبيعة ومن البيئة اللي حوالينا بدون ما أروح على الدكان ولا أروح على السوق. فقررت إني أنا أعمل كل يوم استخراج ألوان مائية من الطبيعة ومن أدوات ومواد اللي هن موجودين عنا بالبيت، بس ممكن إن نطلب مساعدة من الماما صغيرة أو من الأخو أو من الأبو، مش مشكلة. فإحنا اليوم رح نشتغل أنا وياكو يا حلوين على استخراج ألوان مائية من الطبيعة. لما نزلت قعدت أعشب قلت أنا، قعدت أقلع العشبات، بعد العشبات طلعت فيه تراب، إيه كمان هاي تراب، حسب رأيكم شو اللون اللي ممكن أخذه أنا من التراب؟ ممتازين، اللون البني ممكن أخذه من التراب، هاي أخذنا اللون البني من التراب وأخذنا كمان اللون الأخضر، ممتازين. طب أنا زارعة شوية خضروات، رحت قاعدة أقطف أنا وولادي الخضروات، ولا هي بنتي بتقولي ماما ماما انتبهي إحنا زارعين الشمندر، وإنت لما تعملين المكابيس وتعملين السلطة بيطلع اللون كتير حلو. جيت قلت لها شش تحكيش، بديش أقول للولاد شو بيطلع اللون، أنا بدي وإحنا نشتغل هن يكتشفوا اللون اللي إحنا بدنا نستخرجه من الشمندر. وكمان قلعت الجزر، طبعا انتوا بتعرفوا الجزر والشمندر هن بيكونوا بقلب الارض، هن من الدرنيات اللي بيكونوا بقلب الارض. حكينا عن العشب وحكينا عن الشمندر وحكينا عن الجزر، شو هاي اسمها؟ مين بيعرف يا حلوين ايش هاي؟ رائعين، هاي اسمها ملفوفة حمراء أو ملفوفة ليلكية كيف أنتوا شايفينها. في كمان طبعاً أنتوا بتعرفوا الملفوف الأبيض. وكمان وإحنا ننظف الحديقة عنا كان كاتت كمان ورد، الورد الجوري كمان بنقدر نعمل منه ألوان، بس إحنا حبايبي لضيق الوقت ما بقدر أنا أعمل كل الألوان، بس أنا رح أفرجيكو نماذج لكل الألوان ورح أحاول إني قدي بقدر إني أنجز وأعمل عدد أكبر من الألوان. أنا إسا مش رح أقولكو كل لون من أني نبتة أخذناه أو من أنو بهار أو من التراب، إنتو رح تكتشفوا لحالكو. هون إذا بتطلعوا في اللون الأزرق اللي بيشبه لون ممتازين، بيشبه لون السماء، رائعين. وهذا اللون البني شو بيشبه؟ ممتازين، لون التراب. وهذا اللون مين الشاطر وبطل الأبطال اللي بده يقول لي إيش هذا اللون ومن إيش استخرجناه؟ رائعين، اللون الأخضر، وإحنا استخرجناه من الأعشاب. وهنا كمان عندنا اللون الطحيني،
وعندنا كمان هون لون أخضر تاني، إذا أنتوا بتنتبهوا فيه كمان ألوان إحنا بنتجوا عنا بعد مزج لونين مع بعض بنتج عنا كمان لون. وهون عنا اللون الأصفر الخردلي اللي إحنا أخذناه من الكركم. جاهزين نبدأ بالفعالية ولا بعد بدكم شوية وقت تتركزوا تحضروا غراضكم تحضروا كل أدواتكم؟ واحد اثنين ثلاثة يلا نبدأ. طيب أول إشي أنا رح أبدأ، قبل ما أبدأ بالفعالية رح أنا أوضح شغلة، أنا رح أعلمكم اليوم ثلاث طرق لتحضير الألوان. أول طريقة هي بتكون بعملية السلق، بنسلق الملفوفة. ثاني طريقة اللي هي بدها تكون عملية الطحن، بنطحن على الخلاط الكهربائي الشمندر أو الجزر أو أي مادة أو أي ثمرة اللي إحنا بدنا نستخدمها. الطريقة الثالثة اللي هي للكركم وللتراب اللي هي تخلط مع ماء دافئ أو مع ملح. هاي ثلاث طرق. أنا رح أبلش أول إشي بطريقة الطحن. رح أبدأ بطحن الشمندر، بطحن الشمندر. طبعا هنا إحنا المفروض إننا نتساعد مع الماما إنها تقسم لنا تستعمل المواد الكهربائية، مش مفضل إحنا حبايبي نستعملها. طبعا إحنا لازم نقسمها لقطع صغيرة بديش أنا أكب الأوساخ على الطاولة، فبدي أحاول أتساعد إني أخذ كوباية وأحط فيها القسم اللي أنا بديش أستعمله. راح نقسمها كيف حكيت أقسام صغيرة. طبعا كيف حكيت لكم حبايبي مفضل انه الماما تساعدنا بالتقسيم، اذا احنا كمان حابين اننا نقسم المفروض اننا نقسم على الشقفة تبعت التقسيم، مش احنا لحالنا بدون مراقبة من قبل واحد بالغ، يعني كيف حكيت لكم امنا او اختنا او اخونا. هيك انا قسمت كل راس الشمندر، طلعوا على ايدي شايفين النتيجة صارت تبين. انتبهوا انا رح اضيف كمية صغيرة من المي رح نسكر الخلاط الكهربائي رح نشغله، يمكن الصوت مزعج شوي كنت تتحملوني شوي صغيرة حبايبي. احنا هيك بنكون طحنا الشمندر، طلعوا يا حلوين كيف صارت النتيجة. هل بنفع دغري نستعمله؟ المفروض ان احنا نصفيه، لازم احنا نصفيه. احنا فاتتنا شغلة صغيرة، نسينا نعرف على الأدوات قبل ما نبدأ. الأدوات حبايبي بعود بعيد عليها الخلاط الكهربائي إجباري، وكمان الكؤوس كمان بدنا إياها، والسكين قلنا بدنا إياته، الملعقة والمصفاة. برجع كمان مرة عشان نقدر نصفي الشمندر. بستكفي بهاي الكمية وبرجع الشفرة محلها عشان ما تأذيني. وهون احنا طلع عنا اللون الأحمر، اللون الأحمر. انتبهوا قديش اللون حلو.
نفس الطريقة أنا عملت مع العشب اللي أنا قلعته من الحديقة عندي، بس أنا لضيق الوقت فأنا عملت اللون الأخضر كمان بنفس الطريقة طحنته، وإسا إحنا بدنا نصفي نفس الطريقة. كمان بستكفي بهاي الكمية وبنتقل حبايبي، هاي صار معانا اللون الأخضر واللون الأحمر. أنا إسا قلت لكم هاي أول طريقة اللي هي عملية الطحن، إسا منيجي للطريقة الثانية اللي هي السلق، اللي أنا قطعت نفس الشيء الملفوفة الحمراء لقطع صغيرة، غليتهن على الغاز ربع ساعة حتى إنه تغير لونهن للون، طلعوا حبايبي للون الليلكي. أنا رح إسا أحط بكوبين من كوبين حطينا، راح امسح اللون اللي نزل، انتبهوا اللون قديش حلو وقديش واضح. وين السودا؟ المفروض حبايبي ان نحط السودا فبتغير اللون كمان للون ثاني، وهيك احنا استخرجنا الاحمر والاخضر والليلكي والازرق. طبعا كمان بنقدر نفس الطريقه نشتغل على الجزر، ونفس الطريقه بنشتغل على الورد. بس هيك احنا حبايبي ما خلصنا، احنا راح نضيف على كل لون من الالوان اللي عملناها كمان قليل من الطحين، تقريبا ملعقه لكل الأنواع، وحسب الحاجة إحنا ممكن إن نزيد. وراح نحط ملح، عشان كيف حكيت لكم قبل إنه إحنا بنحط حبايبي الملح عشان ما تتعفنش المواد، وراح نحط كمان كمية صغيرة من الدهان عشان يمسك اللون وتصير الألوان واضحة. كمان تقريبا ملعقة حطيت، يعني ملعقة من الطحين وملعقة من الدبق. راح أخلطهم حتى إنه تذوب كل المواد مع بعض. بدنا وقت حبايبي حتى إنه تطلع النتيجة عنا وتصير صالحة للاستعمال. راح أذوبها شوي شوي، راح نطول بالنا شوي شوي حتى إنه تطلع النتيجة الصحيحة. طيب إحنا حبايبي لضيق الوقت ما بقدر إني أعمل كل الألوان، لأني كمان محضرت لكم مفاجأة كتير حلوة بمناسبة شهر رمضان الكريم. إن شاء الله ربنا بعيده على كل العباد بالخير والبركة. احنا متعودين حبايبي بصف البستان والروضة لما احنا نروح بتكون المعلمة محضرت لنا، محضرين احنا والمعلمة بطاقة معايدة لشهر رمضان. احنا بعد ما اعلمكم الطريقة الثالثة اللي هي من التراب، راح دغري نعمل بطاقة معايدة لشهر رمضان المبارك. أنا رح أعمل ورح أشتغل على التراب. طبعا التراب إحنا صفيناه بالأول، إمنا كل حجار منه، بعدين رح أضيف مي ورح أضيف دبق، ونفس الطريقة بدنا نخلطه حتى إنه كل المواد تنخلط مع بعض وتكون
هيك صار عنا كمان اللون البني. وبالكركم كمان بنعمل نفس الطريقة، وبالسماء بنعمل نفس الطريقة حبايبي. أنا بتوقع إنه ممكن بصفوفكو ممكن إنكو جربتوا هيك تجارب، بس حلو إني أعود أذكركو كمان مرة عشان إنتو إسه موجودين بالحجر الصحي وما بتقدروا تروحوا تشتروا ألوان، تعيدوا كمان مرة. وبدي ألفت نظركو كمان لشغلة، إنه ممكن بهاي الألوان إحنا نرسم كمان على ورق المطبخ. فإحنا اليوم رح نشتغل كمان، كيف حكيت لكم أنا عملت لكم مفاجأة بمناسبة شهر رمضان الكريم، رح نعمل كمان فانوس رمضان. بس كمان بدي أنوه لشغلة حبايبي، إنه مش بس لفانوس رمضان، أنا كمان محضرة كمان لوحتين اللي هي طفلة صغيرة قد كوب صف البستان والروضة رسمتها رسمة طبيعية بسيطة جدا جدا، هي استخدمناها بس من الألوان المائية اللي اليوم إحنا عملناها. وكمان هنا عملت كمان لوحة كتير حلوة اللي هي تعبئة مساحة، حاولت تتحدد بكل مساحة وتعبيها، وكمان هنا كتير حلوة هاي الفعالية. فممكن اللي بدوش يعمل الفانوس رمضان فممكن يشتغل على تلوين أي رسمة هو برسمها حبايبي. إحنا رح ناخد برستولي بيضة، مفضل للبطاقة المعايدة بيضة، أنا في كمان عندي كمان جايبة أكتر من لون، طبعا هي البرستولي بتكون بهاي الطريقة أنا طويتها. رح نمشي حبايبي تمشوا معاي مرحلة مرحلة، أنا رح أرسم جامع اللي هو كمان رمز من رموز شهر رمضان أو ممكن هلال اللي بدكم إياه أنتو. إحنا على الطرف من هاي الناحية بنبدأ نرسم على الطرف من هاي الناحية عشان نقدر نفتح حبايبي الكارت. بدنا نرسم شكل بيشبه المربع، بيشبه المربع اللي هو المبنى للجامع. ورح أرسم كمان باب بيشبه المستطيل صغير. القبة هات نتذكر أنا وياك وشو شكل القبة؟ شكل القبة نصف دائرة، نصف دائرة. إذا بتطلعوا رسمنا بيشبه المربع ورسمنا نصف دائرة، على نصف الدائرة أنا بدي أحاول إني أرسم هلال اللي عادة هن بيكون موجود على القبة بالجامع. شو بعد ناقص حسب رأيك غير المبنى تبع الجامع والقبة؟ بعد المأذنة، المفروض إن نرسم المأذنة. أنتوا كيف بتشوفوها بتبين عليكم لأنها هي بشكل مجسمة بتبين اسطواني، بس أنا هنا صعب إني أعمل لكم إياها اسطواني، بدنا نعملها بتشبه المستطيل بس بالطول شوي. أنا رح أفرجيكم إسا كيف حبايبي ممكن، ومن فوق بدنا نعمل شكل اللي هو مثلث. إذا إحنا استعملنا شبيه للمربع، نصف دائري، مستطيل ومثلث، استعملنا الأشكال الهندسية. ممكن إحنا حبايبي نعمل شكل شبيه للحجارة، كيف الحجارة بتكون على المأذنة، كيف ببنوه، نحاول إن نعمل الأشكال وتكون واضحة. نفس الشيء على مبنى الجامع، شايفين حبايبي؟ قبل ما أبلش أدهن رح أقصها على السريع وبعدين ندهنها. وطبعا بالداخل حلو كثير إنكو أنتو تكتبوا لأهليكو شو بدكم، ممكن أنتو تفتحوا على المخشيف اللي كلمات معايدة وأنتو تكتبوا داخل البطاقة الكلمة اللي أنتو حابينها لأهليكو. طبعا كثير مهم يا حلوين كيف بتضلها المعلمة تركز وتعيد بالصف، كثير مهم إن نقص على الخط، منحاول إن ما نطلعش عن الخط، نتمركز ونقص على الخط حبايبي. هاي نزلت عنا بعد اللي قسم صغير، بضل إن نبدأ ندهن البطاقة. أنا هنا صار الكرت عندي جاهز، نقدر نفتحه ونكتب إيش بدنا
إسا بعد أنا وياكو على السريع، إحنا إسا بدنا نلون الجامع اللي عملناه بطاقة بالألوان اللي إحنا استخرجناها من الشمندر. أنا حبايبي راح أبدأ، وإنتوا حلوين وشاطرين راح تكملوا كمان إنتوا بالبيت، بس أنا دا أفرجيكو إن إحنا بنقدر نستخدم كثير من الألوان اللي إحنا استخرجناها. طبعاً إحنا هنا اللونين من الملفوف، بس زدت السودا اتغير اللون للون الأزرق، تقدروا تستخدموه للخلفيات. أنا راح أعمل القبة، راح أبدأ بالقبة وإنتوا أكيد شاطرين راح تكملوها بالبيت وتعملوا بطاقة لأهليكم وتنبسطوا إنتوا وياهن. احنا هيك بدينا حبايبي، وبتأمل انكم كمان انتوا تكملوا بالدار. وانا هون كمان كنت محضرة كمان من الالوان الكركم ومن التراب، وينعاد على الجميع بالصحة وبالخير والبركات ان شاء الله، وكل سنة وانتوا سالمين حبايبي. بتأمل انكم كلياتكم تعملوا بطاقات حلوة لأهليكم وتعايدوهن، وينطيكم الف عافية.